دايما ذكر بتلفظ، دايما ذكر بتلفظ، دايما ذكر بتلفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا ومسهلا، صبحت بخير. الخير يعود. صباح النور والسرور، وشلونك؟ عساك طيب؟ عافيك. العيال والحلال والأدباس بخير. وش حالك؟ أبشرك بخير. شحال جيت منه؟ بخير. عيالك طيبين؟ الحمد لله، لولا بعضات العلو. عسى ما شر. والله ما أدري عن الشر، وأنا أخوك. هي بطنك أحكى، غير ما أدري وش أنت بدون الحكى أقوله. وغير فعل، انت شلونك؟ بخير نحمد الله. وش عندك من علم؟ نحمد الله. علومك وعلوم غزاك يا راعي المغازي. اي صليت الفجر؟ اي. ويوم صليت على الدنظر يصوب البل، لابه مقرود ما يدري وش يسوي بينا. اي. ولا عندي ناقه ان احبها اكثر من عوالي. اي. ويوم جيتها لو وجهها شين أقول وش فيت؟ قالت المعذور جاء دغدغني وراح. شو تقولين؟ قالت دغدغني وما أدري وش قال. اللي تقولها الناقة. تقولها الناقة. يوم جعلني الله ما بعد أفطرت. ولا كان غثيت. والدين واحد من عوالي مخبوط ولا أحد جادي. يوم عايلة دالغة قطع الشعيب الاول. مدبر. مدبر. اي. تخيل البل. واركب ذلولي واطرد وراه. واطرد وراه. يمر وسط الريع عاين ولين ينشن عليه. هداني الله. اي. قلت ما هو انا اللي بذبح غيله. تبي تواجهه. ابي. ابي. ولا الرجال سبوق وركوبه سبوق. ويوم جيت شفت الزرع وادخل عليه يوم خايلته له في خيمة الشيخ. ألد انظر لين بخمسمية رجال. في محله هو؟ في محله. لحقته أنت لا أنت بسبوق ولا خيلك ظني بسوق. يجيك العلم جيت قدهم يبون يفطرون. هي. أفطرت عليهم. يوم دخلت لين ذا الشيخ اللي يفتح. ما يدخل مع ذا الباب، والله لو كم قابله هي الوجه البارد، ما أنت بداسم. البارد والله أنت. فهو الملزمة تعنقر في العيده. ما أنت فهم. يوم سلوا سيوفهم هالرجال عير عير، فارفع عيده واخليها مثل الدرع وربعه هلايم ما يعرفون يجون الريجين. سعد شبرت كلوته وطاح لغدو مثل الحمام اللي تفرقع. منك مني ولين الحالي ولين مدباج. نوم عيني يا مدباج اشوف عجته مقبل. اصبحنا واصبح الملك لله، لا اله الا الله. واقوم واعين يا طويل العمر والسلامه. اوه شيخ السعد. مرحبا. مرحب. صباح الخير. مرحب. يا مرحبا. اللهم ارزقني وارزق مني. وادور للدارغه اللي دغدغ الناقه اللي هو منخش ورا المعاميل. وادخل عرقوبي في ذرته. قال والله ما عيدها، والله ما عيدها. فاستل سلاحه من حقوه ودبر. يا شيخ. مرحبا. يا شيخ السعد. مرحبا. يا شيخ. شرب سعدك الشبا. يا شيخ. ايش تبي؟ انت كفو. انت فارس. يا شيخ. انت بدهار. ايش بغيت؟ انت يا شيخ، انت ايش سويت يا شيخ؟ حول الله. يا شيخ. حد مخطي عليك. حد مخطي عليك. لا انا فداك. ايش بغيت؟ يا شيخ. دقاك تحاك. علمني وش صار على الغزو امس؟ انا سمعت بشيء يا شيخ ما ادري اصدق ما اصدق، وانا والله ودي اسمع منك يا شيخ. الله له حكمته وتدبيره. سبحان ما حطني شيخ على اللي مثلك وشرواك الا هو خابرني. عليك ارد البل وبعيد المغازي. مخبور مخبور عز الله. ارتاح ما صوبك احكام. شرحت عين في سلمت. شرحت يوم صليت الفجر. انت خابر الناقة اللي انا متولع بها. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. صباحكم الله بالخير.
ارحب يا يحيى. مرحبا كلبك. صيحتي تخلي البلتن طل اللي في باطنه. صباحنا صباح الملك يا شيخ. من قرب المعشى غير خليني اكمل شغلي. صباحك الله بالخير يا شيخ. صباح النور. وش العلم اللي سمعناه؟ علوم السعد تنشد عن فعل يا يحيى. دائما فعلك غانم الشيخ. اي بالله اي بالله، ولا ما جيت شيخا عليكم. فعلي غانم ما هو فعله الوجه البارد اللي عانى. اقطع ماني خابر. صليت الصبح؟ صليت الحمد لله. انا اللي صليت اعلمك. بسم الله. صليت الصبح تقبل الله. ايه وظهرت مع البل. نعم. لذا الخبل اللي حارش وحتى من اللي يغليها جذعتن ما لها شكل. وانا جي يوم قبلت عليه هو يدبر يدبر، وانا جي عند الناقة قلت وش قالت وهي تعلمني بكلام والله ما ينقال. هي تكلمت. اي بالله ناقة. اي بالله تكلمني. انزل. عندك شك؟ لا حشش. وانا الحبه انت شيخ ما نكذب. وانا استطرد له ومن ذي في ذي ومن ذي في ذي لين انكفت في بيت الشعر. يوجه الله له عند شيخه وربعه. انزل. وانا ادخل يوم دخلت لمعي ربعي قلت والله ما حد يحول، انت خابر اخشى عليهم الموت. انا اللي اقول عند الحمايه يسبق افعالنا الصوت. كفو ما ننذني من دونها وانت خالف. كفو لو في بعضنا عن بعض يسمح الموت رحنا على فوه القبور انت حال. يا سلام. وانا جي جيته لذا شيخ وانا اخذ بدلته ولا شو اسمه هذه لحيته وانا احطها في دلته وانا اغطه وجهه في الرماد. لا لا اي بالله لحالك؟ الحالي قلت ولا الله. واحد من ظهر يتحرك نزيد قادر 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 الشيخ قادر. الله الله قادر. يا مرحبا. اجلس اجلس يا رجال اجلس. والله انك كفو طيب بس لو ما تطلبني دراهم. العلوم زينه. سلمت. شو العلوم طيب؟ والله العلوم طيبه انا فداك. الامور زينه نحمد الله. الله يجيب لك علم. اي من جاب؟ احتزم يا حبيبي مدبج. جاب لك علم طيب. انت خابر السكلا ولو مدري شنو؟ ايه السكلا ولو بيجي السكن هذا بيضحك يا رجل. اتضرت انت خلوني الشيخ وين؟ خلوني استوعب الشيخ وين؟ خلني استوعب اسمه. اخاف الرجال ترى عايز اكسر صوتك اكسر صوتك. انا بلا صوت شيخنا ابى بارك له بعد يوم شيخ العز. السكن ولو نعطريه فين؟ عطريه يعني مدام هو بزين. سكنا الشوارع سكنا. ارحب يا دباج ارحب ارحب. شو رايك فعلي؟ ابي نجر. مرحبا يا رشيد. الله يسلمك. رايك فعلي يا شيخ؟ والله ما تجتمعون الا عندكم البيت ما ادري وش معكم. اول شيء بيض الله وجهك على المغزى الطيب. علومنا وصلت. عرب مع شعيب وشيوخ تنطرد من الشعيب. بوجه بارد. اي انا ابرد من اللي انت خارج. اي ها يا شيخ لبيه. إنه علم علم طيب تحريبه. اي شرب الشكل اول هو بشربه. شرب والله به شرب والله به شرب والله بالبشاره. الشكل اول بيجينا ذا اليوم انصاد اديرتين انت خابر احتره. بس 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 يا ما انا بزوده حلوه بيض الله وجيه. شين يا شيخ بيض الله وجيه. شيخ يا شيخ انت والله انك زين الكلمه جسري. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بيض الله وجيه. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور الامام. طيبين حياكم الله. حياكم الله. الله يحييكم. طيبين. يلا حي لنا. كيف الاحوال؟ تاوي وما ندري وش هي. يلا حي هسه. ابشر ابشر باللي يرضيكم ان شاء الله نضبطكم. كيف الحال؟ الحمد لله. اقول يا شيخ ايش البضاعه الزانه؟ هذه البضاعة الجانة اللي مهيب عند الربع ذوليك اللي انت خابر بضاعة المخرجة. نحن بضاعتنا الله يسلمك ننتقيها ونختارها ونشتريها من ابعد الاماكن. اي والله راسك بيض الله. حي نباك حي نباكم مالكم الا اللي يرضيكم منه ان شاء الله. سواء بضاعة والله سواء راي السديد باذن الله سبحانه. كفوكم الطيب. الله علمنا وش العلم الخاطر. وش العلم؟ الشكل اولو. وش هو؟ الشكل اولو معاد هو بجاي صادق؟ امشوه بس الشكل اولو. متأكدين من كلامك؟ 100% متأكدين يا شيخ. اللهم لك الحمد. وبشرك بشارة ان ما هو بجاي الشكل اولو. الحمد لله الحمد فتنة لله فتنة. رب العالمين فتنة. حنعلم الشيخ بالعلم بإذن الله. بإذن الله بنعلم الشيخ صاحب العلوم الغانمة. بخير يا شيخ. الشيخ بخير يا هلا. حيهم هلا. ارحب يا مطحس. ارحب يا شيخ. مرحبا يا حيهم. يلا حي يا مرحبا ومشي. اي والله ذا الشوف أرحب. ناس والله تطرد من الوادي وناس تنطرد وانت والله من اللي يطرد. ما والله المغانم الشيخ دايم خابرين فعلي. خابرين لما جيت شيخ عليكم خلوا الباردين واللي يجيهم باردة. خلوا والله لولا خوفي على يدي انها تتعب.
ان يجي علم بعد كل اللي تحت. الله والله ذا الراس يا شيخ. اقول يا شيخ والله يا فعلك انهم يدرون بهالعربان كله. الحمد لله توفيق من الله. توفيق من الله شيخ على فعله. توفيق من الله شيخ. سيف وضيف خوفي عليكم والله لمت. لا ان شاء الله لا ان شاء الله يجي. اي والله يجي اليوم قبل يوم. سام هبشار يا شيخ. سم الله يعدلك بشارة. بشر امشي والله بس يعني جعلك بشيرة بشر. أرواح أعلمك بشارة إن والله تنفع الخاطر. روحنا يدك. أبشر يا شيخ. أبشر ما تقدم الشيخ. والله ما يجي. والله نجي يا دلخة. هذا خراب علينا. ما عندك علم. ما عندك علم. عندي علم. بارد قلتك بارد وجهك بارد وضده. والله ما يجي. عليك مردود البر ولا تبيها حرب. والله تبيها حرب. حنا على الحرب وعلومنا خابر. عليك مردود البر. اركض. عين خير. عين خير. حنا على الحرب. عين خير. يا حرابه اهجم عليه. هذا يومكم. شرب اسعدك يا شيخ. اهجم عليه. شرب اسعدك. اهجم عليه. احمد اسعدك يا شيخ. يلقط المواصل يلقريب البعيد. من هو اللي مصرح لك تسلط علي؟ كيف خليتني عقبك الله. انتهينا من العرض الأول أو المجموعة الأولى. أنا ما أحبهم عشان كذا ما راح أعلق. التعليق يا لجنة التحكيم. أستاذ سمعان إيش رأيت في العرض الأول؟ الحقيقة العمل طبعا يعني أول مرة يعرض. أملوا عليه تدريب هذا شيء طبيعي، وقد يكون التدريب أيضا وقت غير كافي. أيضا عملية أن كممثل تمثل شخصية معينة هذه لها متطلبات ولها واجبات ولها تحضير ودراسة ودراسة الشخصية وغيرها من الأمور. يعني المسرح والتمثيل حقيقة لا أحد يستسهله ولا يعتبره شيء سهل، وليس هي كما تلاحظ الممثلين على الشاشة أو على المسرح يتكلمون ويؤدون ويمثلون وتقول هذا سهل. أنا أتكلم لأن أنت عندك صوت. الممثل جسد وصوت، وكل البشر عندهم جسد وصوت. فأنت عندما تشوف الممثل أمامك تقول لا أنا أقدر أمثل مثله وأحسن منه، عندي صوت وعندي جسد وأسوي. لكن حقيقة كيف هذا الممثل وصل إلى أداء لهذه الشخصية؟ كيف أقنعك؟ كيف نقل بصدق ما موجود من 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 بواطن الأمور أو الإحساس الداخلي لهذه الشخصية؟ احنا نعرف أن هناك في المسرح المعنى الظاهر والمعنى الباطن، فمن الحوار أستطيع أن أؤدي. فهنا عندما أتكلم طبعا الموضوع اللي طرح موضوع يعني بين شيخين ومشاكل هذه وكلام بسيط ومرحبا وسلام وكيفكم والخلاف، لكن أيضا بهذه المعاني الظاهرة هناك معاني داخلة. الله. هناك خلاف، هناك صراع، هناك شو نقول مصالح على هذه الكفة وهذه الكفة أو بين الأشخاص. هناك حب، هناك اختلاف، هناك غيرة، هناك روح انتقام، هناك محبة. كل هذه الأمور يجب أن تكون في ذهن الممثل عندما يمثل أي شخصية من هذه الشخصيات، سواء كانت إيجابية أو شخصية سلبية. يعني إيجابية تمثل الخير، سلبية تمثل الشر، وهذه هي سنة الحياة. كلنا احنا البشر نمثل في الحياة واقع هذه الأمور بصورة عامة. حقيقة علشان لا أطيل، أن
هناك نعم هناك أداء متفاوت بين الممثلين، وقوفهم على خشبة المسرح، حضوره على خشبة المسرح، مشاركته للممثل الآخر، يعني هناك علاقة أخذ وعطاء بين الممثل والممثل. مو معناته أنا أقف على خشبة المسرح أنتظر إلى أن يأتي الحوار مالي أو الجملة مالتي وأذبها وأخلص، لا، أنت مشارك، أنت المفروض وجدانياً كما يقول الشيخ وكما يقول الشخص الآخر معاون الشيخ وكل الموجودين، تكون أنت واحد منهم وضمن المجموعة. وجدت هذه في البداية بالضبط. شكرا. لهذا حقيقة أتمنى لكم كل التوفيق، وطبعاً مع التدريب مع الخبرة مع الثقافة مع الثقافة والقراءة والاجتهاد، هذه لها تأثير مهم لمستقبلكم، وكل التوفيق لكم. أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. أستاذنا الحقيقة الشباب متحمسين طبعاً، لكن محتاجين مثل ما تفضل أبو جمال، محتاجين إلى تدريب، محتاجين إلى قراءة النص واللي يسمونها الغوص في الشخصية، محتاجين إلى التفاعل أكثر، محتاجين إلى استخدام الصوت. يعني للأسف أنهم من البداية أعطوكم مايكات، مفروض أن يكون هناك تدريب للصوت بدون مايك. والأستاذ سمعان طبعا يذكر كان يجيب لنا عسل ويجيب لنا حليب أتذكر ويجيب لنا سكر نبات ويقول ويقعد وراء ويقول أبغى أسمع صوتكم، عرفت؟ دون مايكات. نعم. فتدربت الحناجر، إلى جانب أنك أنت في تفاعلك مع الشخصية يبدأ صوتك يعلى وينخفض على حسب الموقف، حسب موقفك، حسب شخصيتك. مثل ما تفضل أبو جمال، طبعا التفاعل الجميع مع الحدث اللي قاعد يصير، يعني لازم أكون حاضر مع القبيلة هذه أو العشيرة ذي، ومعطي شخصيتي حقها. هل أنا بدافع عن الشيخ؟ أنا طبعا عجبني الشيخ على فكرة. أي شيخ فيهم؟ الشيخ اللي عندنا الشيخ سلطان الهميلي وعبد العزيز بن متعب. أنت معنا في القبيلة. نعم عجبني كشخصية كذا. عموما أنتم كلكم نجوم الحقيقة. عجبني طبعا عبد الله الشهراني هذا بالغترة ذي. الممثل على فكرة خلونا أقول حاجة واحدة، الممثل إذا خذ شخصيته ترى عليه تكملة. الإكسسوارات اللي يجيبها الممثل ها هي المكملة أحيانا للشخصية. فهذا الحيان لما كان هزار ها أنا يبدو لي هو اللي جاب بدلته نظارة نظارة عشان ينجح كشخصية، حتى السلسلة السلسلة حقت العربجي لأنه دخل كنت أجيبها دخل الشخصية، فجاب أشياء تساعده على أنه يلعبها. الهندي فصلت ملابسه مو هذه الوسائل كبداية، بدر الدجا بدر الدجا فصلت ملابسه. فإن شاء الله بالتوفيق، تعاون نفسك بنفسك، قدامكم باقي كم شهر، لازلنا في البدايات، وهذا أول عرض والنصائح هذه تأخذ. وفكرة البرنامج أنه يجي شخص غير ملم بالتمثيل وبالاجتهاد والتدريب ووجوده أمام اللجنة يخرج بإذن الله ممثل. بالتوفيق إن شاء الله. أنا كلهم والله كويسين، بس في ناس يعني أدوا أداء ممتاز رائع، بس ينقصهم الحركة، زي شيخ القبيلة اللي هنا أدى بس حركته ما عجبتني، كان كذا صنم ثم يلف كذا صنم، لا نوع شكل شوي خف. الشيخ القبيلة اللي هنا يعني كان مقبول بالنسبة لي. أتكلم عنكم كلكم بشكل عام أستاذ فهد، بشكل عام في
مشكلة شخص متواجد أنا. كل شخص بنفسه. في أحمد. أحمد رحيم. رحيم. أحمد. وين؟ أداءك ممتاز. إيه. شيخ قبيلة كذلك. عبد العزيز بن متعب. ريان. ريال عامري. أنت شوي ملكلك عاد. أنت 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 باين إنك جاي تبي تفتح قهوتك أو تسوي دلال، فيمكن هذه ما ساعدتك أكثر. لو جبنا دلة وحطينا لك دلة وقعدت في الأرض كان عشت الموهبة. فشوي كنت ملخبط شوي. إلا الأداء ماشي. بشوف أصبر شوي. شباب يا الله يطول عمرك. قلت لك أنا شيخ الكبير الحركة ولا الأداء ممتاز، بس عندك الحركة ثبوتك كذا إكس بإكس ما يصير. ما يصير. عبد الله. عبد الله أداء كويس، معنا ما أخذ حوار واجد لكن نفذ. أنجز في مهمته. إيه نفذ اللي عليه. من بقى عندنا؟ باقي أحد؟ يحيى الوهيبي. يحيى الوهيبي سادة، يعني ما في شيء، سادة هو كما هو. اللهم بس يرد نعم سم سم نعم، ما حسسني بروح الممثل. معليش لازلنا في البدايات. لا كلامك هذا هو من يخلي الشخص ينجز. ما حسسني انه في شيء. عبد العزيز. عزيز. أيه؟ عزيز محمد. أداء ممتاز، كاتب صح من زمان. طول عمرك. لا يهمك. أيه. بس هذا اللي. شكرا أستاذ فهد، شكرا لجهتنا. معليش على الباقية، بس أنا أتكلم بصدق لمصلحتكم. نعم، لأن جاي هنا يتعلم. أيه. شكرا نعم. لكم يا شباب. لجنة التحكيم فرصة التقييم الآن للجميع، يقيم أو يوضع علامة عليه علشان تنقل للكنترول إن شاء الله ونشوف إيش عندنا. المجموعة الثانية تجهز عرضها الآن. يلا يا شباب تبرك.